قرار بوليفيا تأميم شركة ترانسبورتادورا للكهرباء والتي تسيطر عليها شركة RAA الإسبانية خلف ردود فعل قوية في إسبانيا وأوروبا، حيث أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء يرسل مؤشرا سلبيا للمستثمرين الدوليين. أما وزير المالية الإسباني فقد أكد في المقابل أن بوليفيا تعهدت بتعويض الشركة الإسبانية عن الأموال التي أنفقتها في إنشاء شبكة الكهرباء، وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستعمل على متابعة هذا الملف عن قرب. شركة ترانسبورتادورا تزود شبكة الكهرباء البوليفية بحوالي 70% من احتياجاتها، وقد تمت خصخصتها في العام 1997.